Bonsoir, madame. Bonsoir. حضرتك ساكنة في 13؟ أيوه. أنا فوقك بالظبط. غريبة إن إحنا نبقى جيران وما تقابلناش لغاية دلوقتي مع بعض. وجيه وهبة الشربطلي صاحب الشركة العالمية للتجارة في ما وراء البحار. تشرفنا يا فندم. و عديلة صندوق صاحبة ومديرة شركة بخيلكو. أهلا وسهلا. وحضرتك بتشتغلي في إيه؟ في كل حاجة. فيري نايس. هاي على كده إحنا ممكن نعمل بيزنس مع بعض. هاشور طبعا. واي نوت. عظيم. بالمناسبة دي أنا عندي حفلة النهاردة في الفيلا بتاعتي، يسعدني جدا إنك تشرفيني فيها. إيه العنوان هتلاقيه في الكارت اللي مع حضرتك؟ إن شاء الله. أنا معاه برضه في نفس الشركة. أهلا وسهلا، تنورنا حضرتك. الكارت بتاعه. العنوان موجود. أهلا وسهلا. هتنوري الحفلة يا هانم. ميرسي يا وجيه بيه. تهيألي أنا كمان هنور. أمال جوزك راح فين؟ بيعمل صفقة في هونج كونج؟ أنا جوزي راح سيول، بيقولوا أسعار هناك رخيصة قوي. لا لا، أقل من 250 مليون مش ممكن. ما تنساش اللي فيه عمولات ومصاريف، وإحنا مش عايزين السوق يخرج من إيدينا. امبوسيبل مون شير، نو واي. سرية هانم دافنة كل مجوهراتها في تربة، ليه ما تحطهاش في البنت؟ أصلها بتموت على القرش. تلاقي أبوها تربي. أنا أيام ما كنت في الوزارة قضيت على الرشوة والمحسوبية. طبعًا إحنا كلنا لازم نعمل لتحسين أحوال البلد. مين ده؟ صدقني من غير حلفان، أنا السنة اللي فاتت كسبت 120 مليون جنيه. ربنا يبارك. كم؟ 120 مليون جنيه. هو حضرتك بتشتغل في إيه؟ في نوى البلح. فين؟ نوى البلح. أنا السنة اللي فاتت كسبان 140. أمال حضرتك بتشتغل في إيه؟ في قش الفول السوداني. مين ده؟ الله اعلم. حقيقي يا وجيبي الحفله تجنن. انا ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا قد رضاكي عليا يا هديتي. وجيبي افضل. انا ليا طلبات. امي انا مستعده ادخل معاك في اي مشروع. يا سلام قوي قوي. بس قولي لي بقى، انت عايزه تشغلي فلوسك بنفسك ولا تحبي تقبضي على الجاهز على طول؟ في الاول اقبض على الجاهز لغايه ما اتعلم الشغلانه. برافو، انت عندك سنس في البيزنس عالي جدا. عن اسمك. يعني كان لازم تطب دلوقتي؟ ايه حصل ايه؟ انا امبارح بفاكس واحد كسبت 75 مليون دولار. عايزين نجيب فاكس. ايه الفاكس ده؟ بيكسب 75 مليون دولار. قوي قوي، بس انت عدي عليا بكره في المكتب وانا اخلص لك موضوع الجمارك ده كده. ميرسي يا عم. العفو. ما قلتليش يا وجيه. وانت كمان ما قلتليش عايز تشغلي فلوسك في ايه؟ اي مشروع حلال. ايه رايك تستوردي معايا طيارات؟ طيارات؟ فعلا لعب الاطفال مشروع حلال. لا انا بتكلم على طيارات هليكوبتر. طيارات ايه؟ هليكوبتر. ده مشروع المستقبل. بكره الناس بدل ما هتركب عربيات هتركب طيارات. انا مستعده. عظيم. وانا كمان. عظيم. الموضوع كله رأسماله حوالي 500 مليون دولار. ممكن كم؟ 500 مليون دولار. 500 مليون دولار؟ ايوه. ممكن تخش معايا ب 20 5 و... احنا اترينا فقرا جدا. اوكي اوكي وصل. مين 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 ده؟ شريف بيه. مين شريف بيه؟ ما تعرفوش؟ لا. كمان عليك مش في البلد دي. أنا سمعت إنه ساند وجيه بإيه في مشروع طيارات الهليكوبتر. طب تعال نسلم عليه. ده بان عليه جامد أوي.